السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية، أنواع التنوين. استأجر الأخوة الثلاثة تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر ثلاث منازل في مدينة الحروف. قررت الحروف الآتية: الباء، السين، والتاء المربوطة زيارة الجيران الجدد للتعرف عليهم. ففي اليوم الأول زارت الحروف تنوين الضم وخرجوا من بيته: بن، سن، تن. وفي اليوم الثاني زاروا تنوين الفتح وخرجوا من بيته: بن، سن، تن. وفي اليوم الثالث زاروا تنوين الكسر وخرجوا من بيته: بن، سن، تن. أمامنا ثلاث كلمات، هيا ندخل عليها أنواع التنوين الثلاثة: صياد، مبدع، طالبة. هل أنتم جاهزون؟ سندخل في البداية تنوين الضم: صياد، مبدع، طالبة. أحسنتم. الآن سندخل تنوين الفتح: صيادا، مبدعا، طالبة. بارك الله فيكم. وأخيرا سندخل تنوين الكسر: صياد، مبدع، طالبة. أحسنتم. عزيز الطالب، نستنتج أن للتنوين ثلاثة أنواع: تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر. أما تنوين الضم عبارة عن ضمتين تلحق آخر الأسماء، وتنوين الفتح عبارة عن فتحتين تلحق آخر الأسماء. ونلاحظ أن تنوين الفتح يحتاج ألفاً يستند عليها عندما يدخل على كل الحروف ما عدا التاء المربوطة. وتنوين الكسر عبارة عن كسرتين تلحق آخر الأسماء. عزيز الطالب، أمامك شجرة برتقال تحمل كل ثمرة منها كلمة منونة. سنقوم بتصنيف الثمار في السلال حسب نوع التنوين فيها: لبنا، مسرور، قطة، شجرة، بلالا، حامد. تنوين الضم، تنوين الفتح، تنوين الكسر. عزيز الطالب، قارن إجابتك بالصورة الظاهرة على الشاشة: تنوين الضم،
قطة، حامد، تنوين الفتح، لبنا، بلالا، تنوين الكسر، مسرور، شجرة. لقد انتهينا من مهارة أنواع التنوين. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالنشاطات المنفذة. إلى اللقاء.